إلى مدينة حلب ينضم إلينا من هنالك مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس مساء الخير، ما هي آخر التفاصيل لديك؟ الطوق على الإرهابيين في الأحياء الشرقية يزداد يوم بعد آخر. نعم، وتتقلص مواقع سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة، وإضافة إلى ذلك انهيار في صفوف هذه الجماعات الإرهابية، لا سيما بأن الجيش العربي السوري أحكم سيطرته على أبرز معقل لجبهة النصرة داخل هذه الأحياء، حي الشعار، الحي الذي يمكن مقارنته بالسكري ويمكن مقارنته أيضا بمنطقة مساكن هنانو كمركز ثقل لهذه المجموعات الإرهابية، بات تحت سيطرة الجيش العربي السوري الذي اقتحم هذا الحي بعد تمهيد نار لمقاتلات الجو السورية وسلاح الصواريخ، وتم اقتحام هذا الحي من ثلاث اتجاهات، من الصاخور، كلب القاطرجي وطريق الباب، وتمكنت القوات البرية في بداية الأمر إلى إحداث جيوب داخل هذا الحي، ما سهل فيما بعد عملية القضم والسيطرة التي جاءت بعد هذه المعارك التي يمكن وصفها بالبالة الثانية بمعارك حد شوارع، قتال شوارع خاضته القوات البرية، ويشبه تماما التقدم في منطقة الشعار كالتقدم في منطقة مساكن لأن هذه السيطرة الاستراتيجية يمكن القول عنها بأنها ستسقط فيما بعد سلسلة من الأحياء الواقعة شرق المدينة. يضاف إلى هذه السيطرة الاستراتيجية سيطرة جدا هامة لسير العملية العسكرية، السيطرة على تلة الشرطة الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية جاءت أيضا من قبل الجيش، السيطرة عليها أسقطت الصالحين ومنطقة المرجع وأجزاء من الشيخ الصيناريا، هذا ما يعني تأمين الناري للقوات البرية إذا ما تقدمت نحو هذه المحاور. ناهيك يعني حسين على أن الجيش بات على بعد أقل من 1 كيلومتر لتلتقي القوات القادمة من الجهة الشرقية بالقوات المتواجدة داخل قلعة حلب. طيب أنس، الوضع في المنطقة الغربية من مدينة حلب، الهجمات التي كانت تستهدف جمعية الزهراء بالإضافة إلى محاولات جبهة النصرة الإرهابية التقدم في تلك المنطقة، كيف هي الأخبار هناك؟ كانت تحاول يعني الهجوم، هو الهجوم الثاني في أقل من أسبوع لجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى باتجاه القاصرة الغربية والجهة الغربية لمدينة حلب. الهجوم جاء كما كل الهجمات السابقة عربة مفخخة تم التعامل معها من قبل الجيش العربي السوري الذي دمرها قبل وصولها، ومن ثم اندلعت اشتباكات تمكن خلالها الجيش من إحباط هذا الهجوم ضد تقييد الإرهابيين، خسائر فادحة بالتزامن مع غارات لفتتها مقاتلات الجو السورية باتجاه الخطوط الرئيسية لهذه الجماعات الإرهابية. حسين، شكرا لك أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من مدينة حلب دكتور محمد.